أعلنت الهند من خلال شركتها العامة بهارات للإلكترونيات المحدودة بهارات إلكترونيكس ليميتد أنها اقترحت على المغرب تعزيز التعاون العسكري على مستوى قطاعات معينة من رادارات الاتصالات بما في ذلك المتعلقة بالدبابات والملاحة. وقالت الشركة لقد استجبنا يوم الأربعاء لطلب عروض مغربي بشأن تركيب رادارات المراقبة والسيطرة عليها في جميع المطارات، كما اقترحنا تحسين قدرات الاتصال لدبابات T-72 التي يتوفر عليها المغرب. هذا ما صرح به أنيل بانت المدير العام للتسويق بهذه الشركة خلال اجتماع مع وفد من الصحفيين المغاربة الذين يقومون بزيارة إلى الهند. وردا على السؤال قال المسؤول إن الشركة اقترحت على المغرب نظام مراقبة للساحل البحري من خلال رادارات عالية الجودة. وأكد قائلا بأن الحكومة الهندية تقترح تعزيز التعاون العسكري التقني مع المغرب، وتم إعطاء شركتنا الضوء الأحمر من قبل السلطة التنفيذية في مارس 2019. زار وفد عسكري مغربي شركتنا. وأضاف أنيل بانت أن بهارات الإلكترونيات تعطي الأولوية للجودة. هذه الشركة الهندية العامة ذات الشهرة العالمية متخصصة في بناء أنظمة الرادارات وأنظمة الاتصالات العسكرية والمدنية الجوية منها والبرية والبحرية، ويبلغ رقم معاملاتها 1.6 مليار دولار. لديها 9 مصانع موزعة على الأراضي الهندية، ويقع أكبرها في ولاية البنغالور. وتوظف بهارات للإلكترونيات المحدودة 9570 شخصا، من بينهم 4984 مهندسا مكلفا بالبحث والابتكار. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراء المغربية. وشدد هلال في كلمة أمام اللجنة على أن المملكة المغربية تجدد تأكيد التزامها بالعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، مبرزا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي التجسيد الوحيد والأوحد لهذا الحل. وأكد السفير على أن استئناف هذه العملية ينبغي أن يتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، والتي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2468، لا سيما الموائد المستديرة بمشاركة كاملة ونشطة ومسؤولة لجميع الأطراف. وأشار هلال في هذا الصدر إلى أن العملية السياسية الحالية باتت ممكنة بفضل تقديم المغرب سنة 2007 لمبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، مبرزا أن مجلس الأمن وصف جهود المغرب في قراراته المتتالية منذ إذن بأنها جدية وذات مصداقية. وأوضح السفير المغربي أن الحكم الذاتي هو حل أثبت بالفعل أهميته كوسيلة لمعالجة مخلفات الاستعمار والترسيم المجحف للحدود في غالب الأحيان، مشيرا إلى أن اتفاقات الحكم الذاتي 70 المبرمة مع نهاية الحرب العالمية الثانية مكنت من حل العديد من النزاعات وتحقيق المواءمة بين صورة الوحدة الترابية واحترام الخصوصيات الجهوية والتدبير الذاتي للشؤون المحلية. وأبرز في هذا الصدد أن الممارسة الدولية في مجال الحكم الذاتي تعززها بوضوح ترسانة واسعة من القانون الدولي، ما يؤكد شرعيتها ووجاهتها السياسية وطابعها الواقعية كحل توافقي بين خيارات الاندماج والانفصال. وشدد هلال على أن الحكم الذاتي هو أكثر أشكال تقرير المصير حداثة وديمقراطية، مضيفا أنه يسمح بتسوية بصيغة رابح رابح تحفظ ووحدة وسيادة الدول من خلال دسترة حق الساكنة المعنية في إدارة شؤونها الخاصة بكيفية ديمقراطية في احترام كامل لحقوقها الإنسانية وخصوصيتها الثقافية.
وقال إن الحكم الذاتي يمثل أيضا ممارسة كاملة وفعالة لتقرير المصير، حيث يمكن ممارسته بصيغ متعددة من بينها التفاوض بشأن حل سياسية، كما هو منصوص عليه بوضوح في قراري الجمعية العامة 1541 و2625، مشددا على أن تقرير المصير لا يعني بأي شكل من الأشكال الاستفساء الذي تنص عليه أي آلية قانونية أو قرار ذي صلة. وأضاف لهذا السبب أدعو جميع أولئك الذين يواصلون داخل هذه اللجنة بشكل عبثي ربط تقرير المصير بالاستفساء إلى العودة إلى قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمن العام ليدركوا حقيقة كون الاستفساء أقبر منذ عقدين ولم يرد ذكره في قرارات مجلس الأمن ولا في تقارير الأمن العام منذ سنة 2001. وفي معرض تطرقي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، أشار السفير هلال إلى أن المبادرة التي كانت ثمرة مشاورات محلية ووطنية ودولية واسعة تضمن لمواطني الصحراء المغربية مكانتهم ودورهم الكامل في هيئات ومؤسسات المنطقة. وأوضح الدبلوماسية المغربية أن ساكنة الصحراء ستتولى بذلك إدارة شؤونها بطريقة ديمقراطية من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وستحصل على الموارد المالية اللازمة لتنمية المنطقة، وستشارك بشكل فعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. كما أبرز هلال أن السنة المنصرمة شكلت نقطة تحول بنيوي في العملية السياسية حول الصحراء المغربية، وذلك بفضل اعتماد قراري مجلس الأمن رقم 2440 و2468 وعقد اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018 ويومي 21 و22 مارس 2019. واعتبر هلال أن هذين القرارين كرسا 3 عناصر أساسية لحل هذا النزاع الإقليمي، إذ يرسمان معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا، ويحددان بشكل نهائي المشاركين في العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي. المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو كما يجددان التأكيد على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا جديا وذا مصداقية لهذا النزاع الإقليمي. وخلص إلى أن اجتماعي المائدة المستديرة خلفا زخما إيجابيا في العملية السياسية وشهد مشاركة فعالة للمشاركين الأربعة، مما سمح بمناقشة جوهرية لمختلف جوانب قضية الصحراء المغربية لا سيما المبادرة المغربية للحكم الذاتي. أكد الأمين العام الأسبق لحزب جمهورية التحرير الجزائرية عمار سعداني أن الصحراء أرض مغربية، متهما جبهة البوليساريو بتبديد أموال تدفعها لها الجزائر. وقال سعداني في حوار مع موقع كل شيء عن الجزائر إنه يعتبر الصحراء أرضا مغربية وليست شيئا آخر من الناحية التاريخية، حيث اقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين. وأضاف في رأيي أن الجزائر تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تسمي نفسها البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، لقد دفعت ثمنا غاليا جدا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرج من عنق الزجاجة. وتابع قائلا العلاقة بين المغرب والجزائر أكبر من هذا الموضوع، والآن الظرف مناسب لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغير في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولا وهذا يمكن أن يؤدي لإعادة إحياء المغرب العربية كما طالبت به قدماء جبهة التحرير والأحزاب الوطنية في كل من المغرب الجزائر تونس وشمال إفريقيا. وختم السعداني بالتأكيد على أن موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتسوية العلاقات بين الجزائر والمغرب، فمدن سوق أهراث والبيض وتمنراس أولى بالأموال التي تدفع لمنظمة البوليساريو والتي يتجول بها أصحابها في الفنادق الفخمة منذ 50 عاما. قالت مصادر جد موثوقة إن المغرب يقوم بتحضيرات مكثفة لجعل تمثيليته في قمة روسيا إفريقيا.
المنتظرة ما تم شهر أكتوبر الجاري على أعلى المستويات، ما يعني احتمال قيادة الملك الوفد المغربية الذي سيشارك في هذه القمة. وقد جرت في الأيام القليلة الماضية اتصالات دبلوماسية مكثفة بين روسيا والدول الإفريقية من أجل التحضير للقمة التي يرتقب أن تنعقد في مدينة سوتشي الروسية، بهدف إعطاء انطلاقة جديدة للعلاقات بين وريثة الاتحاد السوفيتي والقارة السمراء. وتأتي هذه القمة في سياق يتسم بازدياد الاهتمام الدولي بإفريقيا، خاصة في الجانب الاقتصادي، حيث تتنافس القوى العالمية مثل أمريكا والصين والهند واليابان وأوروبا وروسيا في قطف ثمار النمو الذي تبدو القارة الإفريقية مقبلة عليها.